سي سعيد خمخمي، مرحبا بك على طونجي سبور. واش يمكن لك تدلي لنا بالراي ديالك او شي كلمه ديالك او شهاده ديالك بحق الفاعل الرياضي والاطار التحكيمي الكف السي الحاج الاستاذ عمر الخضار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين. اولا كنشكروا السي محمد الصحفي ديالنا والاعلامي ديالنا. بالنسبه للسي عمر الخضار، هو كحكم سابق ديال عصبة الشمال كنعرفو منذ زمانين، يعني تبارك الله عليه، من احسن الاحسن الحكام اللي دازو في الشرط، حكم الشرط معقول نزاهه، واكثر من ذلك هو مرجع ك يعني كيترأس اللجنه ديال التحكيم، تعطلو السيد الرئيس ديال العصبه، كرئيس اللجنه ديال التحكيم تبارك الله عليه. من ديك الوقت دابا لحد الان مباريات كيدوزو في النزاهه، اي ثلاثي الا وكيكون ثلاثي نزيه جدا، شي اللي كاين بالنسبه للسي عمر تبارك الله عليه رجل طيب. وكيفاش هو الاستاذ الكريم، كيفاش كتشوفوا هذه الالتفاته في حق الحاج عمر الخضار؟ اولا كنشكروا الاخوان اللي شباب من ديبان وجوهرة العرائش اللي قاموا بهذه المبادرة طيبة حقيقة. سي عمر يستحق أكثر من تكريم، ولكن الله يجازيهم بخير لهذه الالتفاتة اللي كانت طيبة بالنسبة للسي عمر الخضار. والرأي ديالك في هذه المباراة الافتتاحية للدوري اللي احتضنها ملعب ابن خلدون مباراة اليوم؟ المباراة يعني تبعناها، كانت مباراة بمستوى عالي جدا، لا من طرف أجاكس طنجة ولا من طرف الوزن اولمبيك وزن مقابله، كانت يعني كانت لقطات وكانت كانوا اهداف جميله جدا، وكان بالنسبه للتحكيم كان تحكيم جيد من طرف الحكم ايمن والمساعدين ديالو بجوج، والحمد لله شفنا اليوم مباراه في المستوى ديال الهوات الف الحقيقه، زعما جوج فراقي يستاهلوا يكونوا في الهوات الف. سي سعيد خمخامي، واش ما كتشوفش يعني البوادر ديال التكريمات يعني ماشي مفعله بالشكل الكافي باش يرد الاعتبار لهاد الناس كاملين اللي خدموا في الرياضه او في كحكام او كلاعبين او كمدربين او كرؤساء؟ وعلى اي حال يعني كنشكروا جميع الجمعيات اللي كيقوموا بهذه المبادرات، واحد مجموعه الجمعيات كاتحاد طنجه جوج بهم، جوج الجمعيه ديال اتحاد طنجه، واحد مجموعه اخرين، واحد مجموعه ديال القدماء ديال بن تيبان، ديال رجاء المكادة، ديال واحد العدد ديال وداد طنجه، وما كرهناش يعني يعملوا لائحه بحال اللي قلتي، الناس يعملوا في لائحه سواء من الحكام مسيرين مدربين كلاعبين، ويعني يعني يكرموا هاد الاخوان اللي هما يستاهلوا التكريم، وفيها خير بحال اللي قال السي اسماعيل، فيها خير، الامور في الطريق الصحيح ان شاء الله. شكرا جزيلا لك السي سعيد خمخامي، كنشكرك على هاد الكلمه الطيبه ديالك، وكنتمناو لك مزيد من التوفيق وصحه جيده. احسن الله اليك وسي. شكرا جزيلا. كنرحبوا بالسي عبد اللطيف العافيه اللي هو فريق رئيس فريق اجاكس طنجه، عقب افتتاح الدوري التكريم لفائده الحاج عمر الاخضر. سي عبد اللطيف مرحبا بك. مرحبا بك على سي محمد. سي عبد اللطيف، بغينا شي كلمه ديالك في حق او شهاده ديالك في حق الاستاذ عمر الحاج عمر الاخضر. الكلمه في حق سي عمر، احنا هذه سنوات احنا كنشتغلوا مع بعضنا، الحمد لله ما شفنا منه غير الخير. السيد خادوم، السيد كيبغي هاد اللعبة هي كرة القدم، خصوصا التحكيم، لأنه هو زاول ميدان ديال التحكيم، والتاريخ كيتكلم عليه. السيد صريح وجريء وعطى الكثير لعصبة الشباب. حنا هاد الفرصة اللي استغلها بهاد المنبر، كنشكر رئيس ديال بن ديبان سي عبد الواحد ولا سي حسينة اللي من العرايش اللي خداو البادره الطيبه وفكروا باش يعملوا له تكريم، وحنا الحمد لله ملي اتصلوا بنا كنا جد سعداء بهذا التكريم في شخص سي عمر الخضر اللي كيستاهل كل خير. وصراحة بان هادشي هذا خصو يزيد يتطور، لان التكريمات هادو على الاقل كيردوا رد الاعتبار انه واحد الشخص اللي عطى الكثير في الرياضه بصفه عامه وخصوصا كره القدم. خصنا دائما تكون واحد الالتفاته، لان كاين واحد العدد كبير ديال الاشخاص خصوصا في مدينه طنجه
اللي عطاو الكثير في هذا المجال هذا، ولكن ما خداوش حقهم. على الاقل نعملوا لهم يعني واحد التكريم اللي كيليق بهم. كاين اللي محتاج مادي، كاين اللي محتاج غير معنوي، بحال التكريم اللي جاز هنا في هذا الملعب هذا. ومشكور قدماء لاعبي اتحاد طنجه، وخصوصا على راسهم السي حميد مرزوق، اللي الشغل الشاغل ديالو هو هاد التكريمات هادو بحق هاد الاشخاص هادو، اللي جاز بواحد الصوره اللي هي عطات واحد الانطباع كبير ومزيان بزاف مدينه طنجه. كذلك دابا السي عمر الحمد لله كما لاحظتوا المقابله كانت مفتوحه وتمتع بها الجمهور، كيستاهل على الخير. شكرا جزيلا السي عبد اللطيف العافيه اللي هو رئيس فريق اجاكس طنجه، كنتمنى لكم المزيد من التوفيق. شكرا لك السي محمد اشكوك على الاهتمام ديالك بجميع الانشطه ديال العصبه ولا الدوريات ديال مدينه طنجه، ودائما كتوصل الاخبار اللي كيصعب على المتتبع الكريم باش توصل له، ولكن انت دائما في الموعد. كنشكرك مجددا. شكرا. السي محمد بوخنيس رئيس فريق شباب اولمبيك وزان، كنرحبوا بك على طنجي سبور. شكرا السي محمد. كيفاش كان الحضور ديالكم في هذه المقابله التسحيه لدوري تكريمي لفائده الاستاذ الحاج عمر الاخضر؟ في البدايه شكرا السي محمد على التغطيه، وشكرا على الاهتمام، وشكرا على دائما كتسول على الفريق ودائما كتبقى على الاخبار ديال الفريق. حنا كان اتصلوا بينا الفريق ديال جوارات العرائش وفريق شباب بنديبان، قالوا لنا راه كاين واحد الدوري تكريمي السي عمر الخضر. السي عمر الخضر غني عن التعريف، بادرنا حتى حنا، قلنا حنا يعني حنا موجودين، يعني بالعكس يعني هذا السيد هذا فعلا كان خصو يتكرم من هادي شحال ماشي دابا. وحضرنا والنيت كان عندنا يعني يعني في البدايه اننا حنا في بدايه الموسم، مازال الموسم ما بداش، بغينا نجربوا بزاف ديال اللعابه اللي عندنا اللي كما شفتي انت اليوم في الماتش ما كانتش كتهم النتيجه ولا شي حاجه. بالنسبه لينا كان خصنا نجربوا اكبر عدد من اللعابه، وداك الشيء اللي كان عطينا الفرصه للكل باش ان شاء الله المدرب هو اللي كي في الاخر هو اللي كيختار التشكيله اللي غادي يلعب بها الموسم المقبل ان شاء الله. شكرا جزيلا لك سي محمد بوخنيس. مرحبا سي محمد. مباشرة عقب نهاية مباراة أجاكس طنجة وشباب أولمبيك وزان وانتهى بفوز أجاكس بجوج 2-0، كنستضيفوا سي عادل مرابط اللي هو مدرب فريق أولمبيك وزان، شنو هي الابتسامات ديالك حول هذه المقابلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتسامات حول المباراة فكما تبع الجميع المباراة في طور يعني الإعداد يعني من الموسم يعني المقبل. الحمد لله يعني اللاعبين استقطبنا بعض اللاعبين اللي بكل صراحة يعني غيقولوا الكلمه ديالهم وغيعطيو واحد الاضافه لفريق اولمبيك وزان. الحمد لله اليوم خدينا مباراه ضد فريق اجاكس طنجه، كانت مباراه جيده والحمد لله يعني كانت النديه، كانوا يعني عده فرص. حنا كنشتغلوا يعني كما قلت لك كنشتغلوا باش نوجدوا فريق اللي يعني يلعب الادوار الطلائعيه ان شاء الله الموسم هذا. وكما شرنا في يعني في الاول ديال يعني الموسم فاستقطبنا بعض اللاعبين اللي غيقولوا الكلمه ديالهم هذه السنه هذه ان شاء الله، ونتمناو من الله باش هذه السنه هذه تكون يعني فريق اولمبيك وزان. سي عادل مرابط، شفنا فرق كبير في عامل اللياقه البدنيه بين الفريقين، بين فريق اجاكس طنجه وفريق اولمبيك وزان. وبطبيعه الحال فملي كتشوف فريق اجاكس طنجه خدا 12 ديال المباريات، يعني الفريق بدا التحضيرات يعني مبكرا، فالحمد لله حتى حنا الفريق يعني بدا هذه واحد جوج الاسابيع، وان شاء الله يعني عازمين يعني كما قلت لك باش نحققوا نتائج ايجابيه. وحنا يعني بدينا التدريب بواحد الجديه كبيره، وغنستعدوا ما في الكفايه باش نحضروا واحد الفريق اللي قوي واللي غيقول الكلمه ديالو ان شاء الله. سي عادل مرابط، دربتي فريق الثاني هو النادي الرياضي الفنيدق، شنو يمكن لك تقول لنا الراي ديالك حول اللاعبين ولا فريق اجاكس طنجه؟ بكل صراحه فاللاعبين ديال فريق اجاكس طنجه فريق بكل صراحه عجبني، وفريق في المستوى اللي قدم مباراه جيده، يعني كما شرت مع الاطار الصديق ديالي بان فريق جيد وفريق متكامل. الفريق اللي كيتكون عندهم لاعبين يعني من الفرق ديال الفوتسال، لاعبين جيدين اللي كيمتازوا يعني بتقنيات عاليه. نتمنى فريق اجاكس طنجه يعني مسيره موفقه في قسم الوطني الهوات، وكنظن هذا الفريق يقول الكلمه ديالو لانه فريق في المستوى، والله يوفقهم ونتمنى لهم غير الخير،
وكذلك نتمنوا الفريق الاولمبيك وزان هذه السنه، يعني السنه تكون تصعد ان شاء الله. سي عادل المرابط، الى سالتك شنو كتعرف على طونجي سبور؟ وهذا يعني بلا ما تسالني فطونجي سبور يعني بكل صراحه دائما كتابع المباريات ديال الفريق الاول اتحاد طنجه، كد يعني دائما كتابع المباريات خارج مدينه طنجه، يعني دائما حاضره بكل صراحه. يعني طنجه سبور غتقول الكلمه ديالها وباقا مازال غتمشي بعيد، لان بكل صراحه دائما كنتبع يعني الموقع ديالهم، كنتبع المباريات ديالهم. نتمنى لهم التوفيق وكنشكرهم وكنشكرهم وكنتمنى لهم يعني يدعموهم في المدينه باش يقولوا الكلمه ديالهم ان شاء الله. وشكرا شكرا جزيلا سي عادل المرابط، كنذكر على انكم مدرب الفريق شباب اولمبيك وزن، مزيد من التالق والتوفيق. شكرا جزيلا. Fire!
Moreover, cause here we come. Moreover, cause here we come. Moreover, cause here we come. Make y'all soon.